مواقف وتحديات نواجهها بشكل يومي، لكن ردة فعل كل واحد فينا تمثل أسلوب حياة وطريقة تفكير مختلفة. أمثالنا العربية تصف الطرق المتناقضة لأسلوب التعامل مع نفس المواقف. الحياة مواقف، تعالوا نشوفها مع إيش تسوي. حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم إيش تسوي. الاحترام صفة عظيمة حثنا عليها ديننا الإسلامي الحنيف، بس للأسف الكثيرين تغاضوا عنها. تتفاجأ يوم تشوف الصغير ما قام يحترم الكبير، بل بالعكس صار الموقف فعلا محزن وما يحتمل يوم تشوف الابن ما يحترم أبوه. بتغريداتكم وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. أحب أشكر ضيفتنا يافا جويلي على وجودها معنا، عضو جمعية المرأة الجديدة. ومثل ما قال جوزيف أديسون، الاحترام ليس مجرد حلية بل حارس للفضيلة. مهما تكلمنا عن الاحترام سيجف اللسان، لأنه أسمى من شرح الإنسان. ولكم منا كل الاحترام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم رمسة ويا مسؤول. ومثل ما عودناكم في كل حلقة نحن نكون ضيوف عند المسؤولين ونتطرق إلى الإدارات المتميزة داخل الدولة واللي لها بصمة خاصة في حياة المواطن والمقيم. اليوم نحن ضيوف عند جهة حكومية تميزت أكيد بالخدمات المقدمة إلى المقيم والمواطن تحديداً، إدارة انعرف صيتها محلياً ودولياً. هي إدارة تقوم على حفظ الأرواح أكيد بعد حفظ رب العالمين لنا. نحن اليوم ضيوف في الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، ونرحب أكيد معانا بسعادة اللواء المهندس والمستشار محمد سيف الزفين. حياك الله سعادة اللواء. الله يحييك سيد غسان. إن شاء الله. طبعا أكيد اليوم بنسولف وبنرمس ويا سعادة اللواء، بس قبل هذا كله خلونا نشوف شو أعدوا لنا الزملاء ونرجع لكم مرة. نعم. إذن سعادة اللواء المستشار والمهندس محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، نشكر لك على الاستضافة الطيبة لنا في مكتبك سعادة اللواء. شكرا. أنا أشكر قناة توازن على هذه الفرصة أني أنا أطلع عبر هذه القناة الجيدة، ومشكور لك أستاذ غسان. يعطيك العافية. إذن مشاهدينا الأعزاء كنا اليوم أكيد في برنامج رمسة ويا مسؤول، وشفنا وتعرفنا على أهم الدوائر اللي تحفظ أكيد الأمن والأمان لنا ولأبنائنا على الطرقات. وتابعونا في حلقة قادمة وفي أمان الله. أهلا فيكم في برنامج تيك توك اللي يعرفكم على أحدث المعلومات والتقنيات الحديثة في عالم التكنولوجيا. ضرار، كنا ننتظر بشغف صراحة الـ HTC Desire HD، لأن الـ HTC Desire القديم كان فيه مميزات ممتازة وحلوة، يعني فعلا أمتعتنا. فأخيرا نزل الـ HTC Desire HD. أنا عجبني صراحة التليفون، شكله حلو، الشاشة عريضة، يعني أحسه يعني مثل ما يقولون يملي العين. أكيد غسان، أنا عن نفسي عجبني جدا. اللهم في بعض الأشياء اللي مثل البلوتوث والبطارية، بس في النهاية تليفون جميل. إذن دائما برنامج تيك توك يعطيكم المصداقية، يعطيكم المعلومات الجديدة والحديثة عن الأجهزة العامة في التكنولوجيا. خلوكم معنا دائما وبتعرفون كل جديد في عالم التكنولوجيا. السلام عليكم. لقد تابعنا خلال شهر رمضان كيفية اتباع العادات الغذائية الصحية والسليمة. نأمل منكم الالتزام بهذه النصائح طيلة السنة لتحافظوا على صحة جيدة ونشاط دائم. تقبل الله صيامكم. عيدكم مبارك وعساكم من عواده، مع تحيات وزارة الصحة. السلام عليكم. الرياضة المنتظمة لها ثلاث منافع أساسية: تخفيض الوزن، تخفيض سكر الدم، تنشط إفراز الإنسولين اللي بدوره يعدل سكر الدم. استشر طبيبك ومدربك الرياضي. صياما مقبولا وإفطارا شهيا، مع تحيات وزارة الصحة. السلام عليكم.
أثبتت الأبحاث والدراسات الدولية بأن الرياضة البدنية هي أفضل سلاح لمواجهة الأمراض اللي تهاجم الإنسان مع التقدم في السن، مثل أمراض القلب والشرايين والسكر وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم. صياما مقبولا وإفطارا شهيا، مع تحيات وزارة الصحة. مساكم الله بالخير مشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إيش بتسوي؟ مثل ما تعرفون في قانون الفيزياء لكل فعل رد فعل، مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. فهل هذا يا نورة ينطبق في حياتنا اليومية والعملية؟ طبعا اكيد. اولا اقول لك اهلا وسهلا فيك، وطبعا اقول لك للمشاهدين اللي يتابعونا يا اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من حلقه اكيد ايش تسوي، وراح نعرف مع بعض ايش تسوي في كل موقف يمر علينا في هذا البرنامج. اكيد في حياتنا اليوميه صرنا مواقف طريفه، حزينه، محرجه، ممكن تكون يعني تنرفز الواحد تفور دمه، بس هني كل انسان يتصرف على حسب طبيعته، على حسب الشيء اللي نشأ عليه. بعضهم يتهور ويكون مثلا رد فعله مبالغ فيه، والبعض الآخر مثلا يكون بهدوء بالضبط، يكون هادي، فيكون تصرفه ممكن يقول عنه حضاري. نحن في هالبرنامج ما بنوجه أي نصائح لعملية كيف التصرف، ولكن بنركز على ثلاث نهايات مختلفة لكل موقف، وكل نهاية مرتبطة بمثل شعبي تراثي. نحاول نعرف أصل هذا المثل أكيد عن طريق ضيفنا والخبير أبو الأمثال أبو محمود. حياك الله أبو محمود. هلا فيك. هلا فيك. هلا وسهلا فيك ببرنامجنا. هلا أبو عبد الله. إذن موقف اليوم موقف ممكن الجميع يتعرض له، ولكن ينطبق على مثل الصراحة راحة، وقبل ما نرتاح خلونا نشوف الموقف ورد لكم مرة ثانية.